ملابس الاحتفال، حكاية من التراث التركي. كان يا مكان في قديم الزمان، كان هناك ولد يدعى ريحان، يعيش في قرية صغيرة مع ديكه وكلبه الصغير. لقد اعتاد أهل القرية الصغيرة على الاستيقاظ باكراً للذهاب إلى العمل في الحقول، وكان ريحان شأنه شأن الجميع، يصحو باكراً ليتوجه إلى كروم العنب خارج القرية. يبدو أنه لم يستيقظ جيداً حتى الآن. ها؟ ما هذا؟ إنه يسحب بحبل. من الصعب أن نعرف أيهما الشاطر وأيهما الكسلان. صباح الخير. وهكذا كان عمله يومياً سقاية العنب وقطع الأعشاب، وفي فترات الراحة كان يلتقط بعضاً من العنب ليعطي جزءاً منه إلى كلبه ويتناول هو الجزء الآخر، وكان يتابع عمله صامتاً حتى يحين موعد القيلولة عند الظهيرة. ها هو نهمان الغني ذو الملامح الشريرة قادم نحونا بصحبة مساعده، ولكن انظروا، إن نهمان مبتسم وعلى غير عادته. أجل، اليوم عيد ميلاده 15، لذا نراه سعيداً باسماً. ونهمان هذا ليس غنياً فحسب، بل صديق الحاكم الوفي، وقد عهد إليه الحاكم بجباية الضرائب من القرويين، ولكنه يعامل القرويين معاملة قاسية سيئة، لذا فالجميع يهابونه ولا يحبونه. أسعدت صباحا يا سيد نهمان، أنت تغدق علينا من كرمك. أتعرفون ما هذا اليوم؟ طبعا نعرف، أجمل التهاني لعيد ميلاد السيد نهمان، ونحن نشكرك على دعوتك لنا لحضور الحفل. هذا شرف كبير لكما، أليس كذلك يا سيدي؟ وهكذا كان الجميع يظهر له المحبة بينما كانوا يخافونه ويكرهونه سرا. لينام، لا تنسى أن تأخذ منه الضريبة، لا تنسى ذلك يا تعبان، هيا هيا بنا هيا. فكرة رائعة جدا. في مساء ذلك اليوم قابل ريحان مالك الأرض الذي يسكن بجواره. تبدو في غاية الأناقة، أين أنت ذاهب؟ ها؟ ماذا؟ أما تزال بهذه الملابس؟ أنسيت حفلة عيد ميلاد السيد نهمان هذه الليلة؟ أنت مدعو أيضا. حقا حقا، قاتل الله النسيان. حسنا، يجب أن أذهب معك في الحال. ثيابك متسقة. الثياب غير مهمة، يجب أن نذهب الآن وإلا تأخرنا. ها؟ عد أنت إلى البيت وسأحضر لك معي طعاما شهيا. ها؟ ما رأيك؟ هيا يا عزيزي هيا. هيا بنا.
توجه ريحان إلى حفلة عيد ميلاد نهمان دون أن يبدل ثياب عمله المتسخة. كان نهمان معجبا بحفلته التي استغرق الإعداد لها مدة أسبوع كامل، ولكن عندما وقعت عيناه على ريحان احتد واشتد غضبا. لن أغفر له هذا أبدا. كيف يأتي إلى هنا بهذه الثياب؟ تخيل نفسك بهذه الثياب الوسخة، أمر غير معقول أبدا. وما كان من الضيف إلا أن هز رأسه موافقا، فليست كلمات نهمان سوى أوامر بالنسبة إليه. وهكذا همس الضيف في أذن جاره، وظن الناس أن ريحان قد فقد عقله، فكيف له أن يعصي نهمان؟ طاب مساءكم جميعا يا سادة. أوه سيد نهمان، كيف حالك؟ عيد ميلاد سعيد. مرحبا يا سيدي. اذهب. سيدتي. وسرعان ما لاحظ ريحان ما يدور من حوله، وعندما شرع الحضور بالطعام في قاعة الاحتفالات لم يجد ريحان مكانا له. وأخيرا لاحظ الناس وهم ينظرون إلى ثيابه. من الأفضل لك أن تترك الاحتفال. شعر نهمان بفرح كبير، لقد ظن أن ريحان قد ترك الاحتفال بعد أن أدرك إهمال الحضور له. فما كان من ريحان إلا أن انطلق إلى منزله مسرعا فبدل ملابسه. ما الذي يرمي إليه يا ترى؟ من هذا؟ إنه أنيق. وبعد أن عاد ريحان ثانية أعجب الناس بثيابه. انظر سيدي. بعد أن شاهده نهمان رحب به. أهلا بك، تفضل تفضل. أهلا أهلا. ثيابه جميلة. كلي يا ملابس الأنيقة، الطعام لذيذ جدا. كلي كلي هيا. والآن سأقدم لك بعض الجب. وبعدها ملأ ريحان جيوبه باللحم والجبن والتين وكل شيء، وفي النهاية وضع قطعة من الكعك فوق قبعته. لا طالما ظننت أنه مجنون، ولكنه ليس هكذا. أيها الحضور، هل رأيتم شخصا يطعم ملابسه؟ أرجو أن لا تستغرب من تصرفي يا سيدي، فقد ظننتك تريد تقديم الطعام إلى ثيابي. عندما أتيت إلى هنا بثياب العمل ابتعدت عني ورفضت أن تقدم لي الطعام، ولكن عندما عدت بثيابي هذه رحبت بي أجمل ترحيب، لذا ظننت أن الدعوة موجهة للثياب وليست موجهة لي، وهكذا تراني أقدم الطعام لثيابي. فهل أزعجتكم ملابسي يا سادة؟ ها؟ وداعا. وترك ريحان الحفلة مسرعا، ولكن بعد أن أعطاهم درسا في الأخلاق. غير معقول. لقد تمكن مني تماما. نعم. هيا بنا.
بفضل ريحان أدرك الحضور خطأ الحكم على الآخرين من خلال مظهرهم، كما أدركوا معنى الشجاعة الحقة. ومنذ ذلك الوقت أقلع الناس عن امتداح نهمان أينما اتجه، كما أن نهمان نفسه تخلى عن الكبرياء والغرور.